مثل اليوم تيتي تيتي، مثل ما رحتي مثل ما جيتي. يضرب هذا المثل على كل من يجد ويجتهد ويتعب ويكدح ويحاول حصول على مبتغاه، ولكنه بعد كل هذا يرجع خائبا دون أن ينال ما سعى من أجل الحصول عليه، أي أنه رجع كما كان عليه قبل أن يذهب. فقصة المثل منسوبة لدودة صغيرة اسمها تيتي، كانت تعيش مع أمها. وحين كبرت تيتي قالت لها أمها: يا بنيتي، لقد كبرت وأصبحت قادرة على أن تحصلي على رزقك بنفسك، فاسعي في مناكبها وابحثي ولا تعتمدي علي بعد اليوم. وما كان على تيتي الصغيرة إلا أن تطيع أمها، فخرجت من بيت أمها باحثة عن الطعام، فوجدت جوزة فدخلت من ثقب فيها وأخذت تأكل مما في داخلها، وبقيت تأكل وتأكل حتى سمنت. وحين أرادت الخروج من الجوزة لم تستطع لأنها صارت سمينة، فانتظرت أياما صامت في خلالها عن الطعام حتى ضعفت وعادت كما كانت نحيلة، فاستطاعت الخروج من الجوزة والعودة إلى أمها. فقصت تيتي ما جرى لها على أمها، فقالت لها: تيتي تيتي، مثل ما رحتي مثل ما جيتي. فأصبحت مثلا يحتذى به. أكيد ما تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. شكراً.